يعني خليني ابدا استاذ محمد مع حضرتك. هذه المره كنا بنتكلم عن المراقبه الدوليه للانتخابات الرئاسيه. حضرتك يمكن في الفاصل ذكرت ان رابطه المعونه اتت كواجب قومي يجب ان تقوم فيه لمراقبه هذه العمليه، ويمكن كنا كمان بنتحدث عن ما يتعلق بالدعم الاجنبي للمنظمات الاجنبيه والدوليه لمراقبه هذه الانتخابات. نعم، في الحقيقه نحن كامه عربيه نعتبر بالنسبه لنا انه مصر هي رأس الأمة العربية، وعندما تكون مصر بخير وقوية تتعافى الأمة العربية جميعها بوجود مصر لأنها الرأس. ويأتي مشاركتنا في هذه الانتخابات لأننا والانتخابات السابقة نعتقد يقينا بأن مصر لابد أن تكون قوية. مصر كدولة، مصر الحاضن العربي لكل الأمة العربية برغم كل أحيانا الخلافات تحصل بين الأخوة وكذا، لكن مصر مصير الأمة العربية معلق فيها. فهنا يأتي مسألة أن نقف مع مصر كدولة بغض النظر عن الخلافات السياسية أو اليوم مع فريق أو غدا مع فريق، لا يعني الخلافات اللي حاصلة هناك أجندة سياسية أو مشاريع إقليمية توظف الإسلام سياسيا لصالحها، وهي ترى في مصر عدو لأن مصر تمثل الأمة العربية أو المشروع القومي العربي. فما هذه المشاريع التي توظف الإسلام سياسيا بشقه سواء سنة أو شيعة، لا ترى في مصر هي العدو الأساسي وتسعى إلى إضعاف مصر دوليا وإقليميا، فتبذل الأموال لتحديد مواقف مسبقة في الغرب، ونحن نعيش في الغرب ونفهم كيف تتعامل هذه الدول التي لديها أموال وكذا، وتأخذ من مصر موقف حتى لو أيا كان ما يحصل في مصر لا يمكن أن يؤمنوا بذلك بالنسبة لهم، لأنه لديهم موقف سياسي مسبق وهم يخدموا أجندة يعني تدميرية لمصر. فنحن في الحقيقة تأتي مشاركتنا أنه لنعيش الواقع المصري ونحن بين أهلنا في مصر، وليس هناك. عندما أطلع على التقارير، بعض التقارير الغربية والمواقف المسبقة، أحس بأننا في مصر غير مصر التي نحن نعيش فيها، يعني مستوى من العنف ومستوى يعني كل تقارير إعلامية مضللة. في الحقيقة نحن خلال هذه الفترة راقبنا في الخارج كما ذكرت سابقا، وأيضا في الداخل خلال 85 مندوب أو ممثل متابعة دولي تابع لمنظمتنا، نستطيع أن نقول إجمالا بأن الانتخابات مشت في أجواء انسيابية سلسة وفقا لأرقى المعايير الدولية. هناك ناخبين موجودين في كل، كما قال الأستاذ سعيد، نقلت على الهواء مباشرة سواء في اللجان التي دخلت فيها كان فيها حشد كثيف أو في اللجان التي ليس فيها، يعني أكثر من كذا شفافية عاوز يعني أكثر من كذا فين صحيح. يعني هذا واحد. اثنين، اسمحي لي بأنه أوصل رسالتي بأنه أيضا اللي لاحظته أنه في تطور إيجابي من الانتخابات الماضية إلى هذه الانتخابات. يعني في أنا راقبت في 2014 هنا في، وبصراحة يعني إحنا من أول ثورة 30 يونيو وقفنا مع الشعب المصري لأنه هذه هي مصر التي نريد أن تعود إلى يعني مصر الحاضنة القومية للأمة العربية، هذا ما نريد يعني. فوقفنا وتمت هناك معالجة أمور إيجابية لاحظناها في الانتخابات السابقة، ونحن أعطيناها من باب الحرص على أن تتطور التجربة الديمقراطية في مصر وليس من باب الرقابة، لأنه هذا إرادة الشعب المصري، ولا تستطيع أي قوة في الأرض أن تفرض على مصر ماذا تريد. يعني في الأخير هذا هو رأي الشعب المصري، وعلى العالم أن يحترم قرار الشعب المصري ورأيه. نعم صحيح. يعني هذا هذا هو الذي حبيت، وكان من ضمن الأشياء اللي لاحظتها في الخارج وفي الداخل أيضا التواجد النسائي بهذا بصراحة، يعني تصدروا المشهد كان بشكل ممتاز، وأيضا الشباب وأيضا كبار السن، بس كان عندهم الوعي الانتخابي ربما أكثر لأنهم يحبوا مصر بشكل أكبر، بالذات من عركتهم التجارب والمراحل. خلينا يمكن كمان واليوم كل الشكر والتقدير. نعم يعني صحيح. أنا بالنسبة لي مرتاح جدا يعني من هذا، يعني النساء تصدروا المشهد، الشباب أيضا كبار السن وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة، كل التقدير بالضبط. لهم يعني حتى على وضعهم الصحي، هذا الوضع الصحي لم يمنعهم أنهم يقوموا بالنزول ويكونوا على قدر من المسؤولية بضرورة أن يقوموا بالإدلاء وأن يستخدموا حقهم الدستوري في عملية التصويت.